vraiment, c'est un grand ce monde qui est traversé par différentes crises. Parfois, malgré les problèmes, malgré... Alors, cette statue, c'est un geste fort que la commune a voulu faire sur la place communale de Molenbeek. Cette place est un lieu de vie. Et il y a eu un an, déjà, un rassemblement, juste après les attentats du 13 novembre, où il y avait des Molenbeekois et des Bruxellois de tous les quartiers, de toutes les origines et de tous les âges qui étaient ici pour dire non à la haine. Nous sommes solidaires avec les victimes des attentats. Et aujourd'hui, donc, cette flamme de l'espoir, c'est un symbole très important. C'est un monument, une sculpture qui a été réalisée par Mustapha Zoufri, qui est un acteur culturel bien connu sur la commune de Molenbeek. Depuis des années, il a travaillé aussi à la Maison des Cultures. C'est vraiment un artiste reconnu et c'est une sculpture qui nous est offerte par le Conseil des résidents marocains à l'étranger, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu une grande proximité, beaucoup de collaboration avec le Conseil. C'est pour ça qu'on est tout à fait heureux de pouvoir inaugurer cette statue ici. الحقيقة في البداية جات هذه واحد عامين ولا ثلاث سنين لأن كنت كنخدم على شعلة الفن على شعلة الأمل الذكرى الخمسينية ديال الجالية المغربية ببلجيكا. ولكن مع الأسف مع الأحداث اللي وقعت هنا في مولنبيك لأن كانت متوقعة أن ذيك العمل غادي نديرو هنا في مولنبيك مع الأحداث اللي وقعت في باريس وفي مولنبيك ما كانش بالإمكان أننا نديرو نتكلموا على الخمسينيات ديال الجالية المغربية ببلجيكا قررت باش نحول العمل الفني ديالي نديرو لوماج للضحايا ديال الإرهاب اللي عشتو باريس وبروكسل بعد تقريبا الوقت ما كنحسبوش بالساعة ولكن العمل كياخذ تقريبا 24 ساعة لأنه كتفكر كتقول واش غيعطي واش ما يعطيش وكترسمو ومن بعد تما تتبدلو من ناحية التقنية كتشوف واش غيوقف على رجليه ولا ما يوقفش لأن الحديد أنا ما موالفش كندير أعمال بهذا الحجم هذا والمعمل اللي تعاملت معاه كان في الدار البيضاء وكان خصني اشاك فوا نمشي للدار البيضاء ونرجع لهنايا والاتصال مع الاخوه اللي عملوا معايا في الدار البيضاء حتى هما ما كانتش عندهم تجربه كيخدموا على اعمال فنيه كانوا كيخدموا غالبا اعمال تقنيه فوالا دونك هذه هي شنو هي المواد الاساسيه ديال هذه شعله الامال وعلاش اعتمدتي في التصميم ديالها؟ المواد الأساسية هي الحديد إينوكسيدابل اللي ما كيترشاش والقطع قطعته بالليزر دونك التقنية الثالثة هي العمل على الأورديناتور الرسم على الكمبيوتر وكيفاش اليوم لقيتي التجاوب ديال الحضور اللي جاوا يحضروا اليوم في هذا الافتتاح؟ كان تجاوب عظيم خاصة أنه السي عبد الله بوسوف مثلا تنقل خاصة لهذه المناسبة من المغرب لبلجيكا ثانيا كان الحضور ديال السفيرة ديال فرنسا وثالثا كان الحضور ديال عائلات الشهداء اللي ماتوا في هذه العملية الإرهابية وهادو ثلاثة ديال الحضور بيان سور الجمهور اللي حضر كل شيء كانت عنده الأهمية ولكن هذه كانت عندها أهمية خاصة بالنسبة لي مستقبلا واش ممكن نشوفوا شي أعمال فنية بحال هذا الشكل؟ ما نتمناو أنه نستمر ندير أعمال فنية في مناسبات أخرى ماشي في مناسبات مؤلمة بحال هذه المناسبة ولكن أنا كنقول أن الحياة هكا دايرة إذا كانت مناسبة جميلة ندير في مناسبة جميلة وإلا ما كانتش كانت مناسبة مؤلمة ندير في مناسبة مؤلمة الفنان كيعمل يومين ما عندوش العمل موسمي كينتج تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة
في الدار ديالو، في المقاهي، في المطعم، في الزنقة، ديما. بالنسبة لهاد اللوحة الفنية ولا سميتيها أنت شعلة الأمل، بغينا نعرفوا منين جات هاد السمية ديال شعلة الأمل. الشعلة هي الشعلة ديال الشمعة، والشمعة هي اللي كتجمع الناس من اللي كيكون الآلام ولا تكون مناسبة مؤلمة. ثانيا الشمعة أو عندها الإنارة النور، والنور هو اللي بغيت أنا نواجه به الظلاميين اللي كانوا وراء هذا الإرهاب. يعني على حسب ما فهمنا من الكلام كأنه وقيل السمية سبقت يعني للتصميم. لا، أنا دائما التصميم والاسم كيكون موازي، ما كيكونش حاجة كتسبق، وفي غالب الأحيان كنعطي الاسم بعد العمل، لأن حتى كنشوف العمل شنو كيقول لي أو شنو كيعطيني كصورة، عاد كنعطي الاسم. والاسم في الحقيقة ثانوي بالنسبة للعمل الفني، لأنه دابا نعطيها اسم آخر والناس غيتقبلوه. العمل ضروري أنه دابور يكون العمل جدي. وبالنسبة لهذا العمل اللي شعلة الأمل، واش غادي تبقى هنا بجانب بقر ديال البلدية أو غادي تنقل لمكان آخر؟ لا، إن شاء الله غتبقى على الأقل عامين، ومن بعد غتنقل لواحد الموضع اللي ماشي بعيد من هنايا، ولكن ربما لا كومين غتقرر أنها غتخليها هنايا لمدة طويلة.